من أكثر من سنة كنا نشارككم الانتظار بلهفة وأشواق عربية مليئة بالحب. كنا نشارككم الانتظار أن تعود الأراضي العربية الأردنية من تحت سنابك من اغتصبوها. الأردن تطالب بكل عزم باسترجاع أراضيها المحتلة. قال لك المصلحة الوطنية تقتضي إنهاء هذا الإيجار واعتبار أراضي الباقورة والغمر أراضي أردنية خالصة لا تقبل المنازعة عليها من أي طرف كان. الباقورة أرض عربية زي أراضي كتير محتلة في وطننا العربي الكريم. إن القانون الدولي بيمنح الأردن صلاحية إلغاء الاتفاقية. إنما هل ستتحرك أو سيتحرك من بيده التحرك ليفعل ما ينص عليه القانون الدولي؟ هو ده السؤال. طالبنا بوضوح باسترداد الباقورة والغمر الأراضي الأردنية الخالصة. طلبنا ده من شهر ليه؟ عشان قرب المعاد اللي من حق الأردن. خلاص كان ناقص العداد بيعد اللي من حق الأردن تطالب بهذه الأراضي. تحية للشعب الأردني اللي بيحاول بكل قوة استعادة أرضه. سيادتنا مهدور. الشعب اللي اتحرك وخلى أي حد يتحرك، خلى الملك يتحرك. صمد الشعب الأردني وأصر ووقف وقفة رجال، والباقورة والغمر يعودان للسيادة الأردنية الكاملة بعد انتهاء اتفاقية وادي عرب والتي أتاحت لجيش الاحتلال إيجارهم لخمسة وعشرين سنة. العالم الأردني أخيرا يرفع فوق الغمر والباقورة. كما أعلنوا اليوم انتهاء الحمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. الحزن يخيم هناك في إسرائيل المزعومة بعد أن فشلت كل الألاعيب والدسائس والتي صنعوها بكثافة خصوصا في العام السابق ليعرقلوا عودة الأراضي طبقا للاتفاقية. لا تستطيع أن تتجاهل إحساس الهزيمة البادي هناك. كانت العلاقات مع الأردنيين ممتازة ودافئة حتى أعلن الملك عبد الله أنه سيأخذ تلك الأراضي ويخرجنا منها. هذه الأراضي ملكية خاصة مع حقوق الملكية. مع قرار الملك تلقينا لكمة في الوجه وسوف يتعين على الملك تصحيح هذه المشكلة. بالطبع يعني سكان المنطقة الإسرائيلية أو المزارعين الإسرائيليين وصفوا اليوم باليوم الأسود بعد إغلاق هذا الملف وأيضا إعادة الأراضي الباقورة والغمر إلى السلطات الأردنية ورفع العلم الأردني. إحساسنا اليوم يشابه مشاعرنا يوم أن عادت طابة من 30 سنة. كنت صغيرا حينها لكن والذي نفسي بيده لا أنسى دموع أبي عليه رحمة الله وتلويحه من السيارة ابتهاجا بالنصر المبين يوم أن عادت طابة. تحية للأردن حكومة وشعبا، تحية للأردن حكومة وشعبا. أول أراضي عربية تعود منذ ثلاثة عقود. بشرة خير. هذا يوم فيه نحتفل، هذا يوم فيه ترفع الرايات، شاكرين فضل ربنا، واثقين في نصره، موقنين أننا سنصلي يوما قريبا في القدس. حرة، عزيزة، أبية، شامخة، شاء من شاء وأبى من أبى. عاش الشعب الأردني، الله غالب.